بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. معاكم وليد سعد الدين. بنكمل مع بعض سلسله فيديوهات شرح منهج سي سي ان اي 200 301. في البدايه بس بحب اعتذر عن التاخير في تسجيل الفيديوهات ورفعها. بنحاول في الفتره اللي جايه ان شاء الله نسرع في الموضوع، بحيث يكون افضل من كده شويه. بالنسبه للناس اللي بتسال فاضل لنا قد ايه ونخلص المنهج، بعون الله كده فاضل لنا من حدود من 10 ل 15 فيديو ونخلص المنهج بتاعنا. تعال بقى نرجع للفيديو بتاع النهارده، هو الفيديو رقم 38. بنستكمل في الموضوع اللي بدأناه في المحاضرة اللي فاتت، وهو بروتوكول السبانينج تري. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا على السبانينج تري بروتوكول، وقلنا الهدف منه انه بيمنع حدوث لوب في الشبكة. كان اللوب ده بيحصل ازاي؟ اتفقنا قبل كده، قلنا لو عندي سويتش 1 متوصل على سويتش 2 متوصل على سويتش 3، موصلتهم ببعض، قلنا كده ممكن يحصل لوب في الشبكة، بس لا، بروتوكول الاس تي بي هيتدخل ويمنع حدوث اللوب عن طريق انه هيقفل، يجي على بورت معين من البورتات ويبدأ يقفله بشكل مؤقت، بحيث لو في لينك وقع اللينك ده يبدأ يشتغل. في الفيديو اللي فات استاذنكم اللي ما شافش الفيديو ضروري يبص عليه عشان يقدر يتابع احنا بنقول ايه النهارده. فده كان الهدف الاساسي من بروتوكول الاس تي بي، بيمنع حدوث اللوب عن طريق انه بيقفل بورت او اكتر من بورت على حسب عدد السويتشات اللي عندي وعلى حسب عدد الكابلات بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. بس احب اراجع على بعض المصطلحات اللي كنا قلناها في الفيديو اللي فات. الروت سويتش، وقلنا الروت سويتش هو السويتش اللي هيتم اختياره يكون هو المعلم او كل الباكتس او كل الترافيكس لازم تعدي عليه الاول، هو الروت سويتش. وشفنا طريقه اختياره بتكون ازاي، اللي هو صاحب اقل بريدج اي دي، يعني ضروري بقى نشوف الفيديو اللي فات. اتفقنا ان البورتات بتكون في عندي حاجه اسمها ديزيجنيتد بورتس، البورتات اللي هي اللي شغاله، وبيكون عندي حاجه اسمها روت بورت، ان كل سويتش من السويتشات التي لم يتم اختيارها كروت سويتش بورت معين من البورتات بتاعتها بيكون هو الروت بورت اللي هو افضل بورت يوصلني للروت سويتش. برضو اعتقد هيكون ده الروت بورت اللي هو افضل بورت يقدر او اسرع بورت يقدر يوصلني للروت سويتش. وفي بيكون عندي البلوكت اللي هو ده بيكون في حالة البلوكت، ده اللي اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم على 3 حاجات. هنتكلم على حاجة اسمها رابيد سبانينج تري بروتوكول، وهنتكلم على حاجة اسمها بورت فاست، وهنتكلم ان شاء الله على البير فيلان بير فيلان سبانينج تري بروتوكول. تعال نشوف الرابد. ايه الرابد؟ الفكره بتاعته احنا شفنا خلاص السبانينج تري العادي وقلنا الهدف منه. في السبانينج تري العادي لو ده البورت اللي معمول له بلوك، طيب لو البورت ده وقع، سوري، لو اللينك ده لاي سبب من الاسباب اللينك ده وقع معانا، ايه اللي هيحصل؟ فالمفروض بشكل تلقائي ان البورت ده بدل ما هو في حالة البلوكينج مقفول هيبدأ يشتغل ويبقى في حالة الفورورد، يبدأ لونه يكون اخضر. بس هيستغرق وقت قد ايه لما اللينك ده يقع؟ المفروض ده هيقوم بشكل تلقائي، طب هيقوم في وقت قد ايه؟ الموضوع ده هيستغرق معانا 50 ثانية. ليه 50 ثانية بقى؟ تعال نشوف بقى. يبقى تاني انا بقول ايه، في السبانينج تري العادي لو في عندي لينك وقع لاي سبب من الاسباب، فالمفروض البورت اللي معمول له بلوك لا يبدا بقى يشتغل ويبدا يقوم ويبقى في حاله الفورورد، اللي قصدي الكابل يبقى لونه او البورت يبقى لونه اخضر. العمليه دي هتستغرق معانا قد ايه؟ هتستغرق 50 ثانيه. جم منين ال 50 ثانيه؟ تعال نشوف بقى كده. عندنا في حاجه اسمها حاله البلوكينج، وعندنا في حاجه اسمها ليسننج، وعندنا حاجه اسمها الليرننج. البلوكينج دي ايه اللي بيحصل فيها؟ بمجرد ما سويتش اللينك بتاعه بيقع بيبعت رساله للروت سويتش بيقول له خلي بالك انا في عندي حصل تغيير في التوبولوجي اللي عندي، ويبداوا ينهوا علاقه السبانينج تري. فبيبدا ينهي علاقه السبانينج تري عن طريق، يعني بيعمل بلوكينج للبيت بي دي يو، ويبداوا ينهوا علاقه الاس تي بي بتاعتهم. الموضوع ده بيصار قد ايه؟ بيصار 20 ثانيه. لو فاكرين احنا قلنا ان الروت سويتش بيبعت كل ثانيتين، كل ثانيتين بيبعت رساله بي بي دي يو مسج. في حاله ان ده قعد 10 مرات، يعني 10 في 2 ب 20، 20 ثانيه ما استقبلش حاجه من الروت، فيبدا خلاص ينهو علاقه السبانينج تري. الموضوع ده بياخد معانا كام؟ 20 ثانيه. بس خلي بالك في الوقت ده الدنيا شغاله، يعني البورتات كلها شغاله، الشبكه مش هتعور حاجه، الدنيا ماشيه كويس معايا. يبقى دي اول حاجه هتحصل، ان هيبقى يتم انهاء علاقه البيبي، علاقه السبانينج تري. الموضوع ده بيستغرق 20 ثانيه، بنطلق عليها مرحله البلوكينج. بعدها تبدا مرحله الليسننج بتستغرق 15 ثانيه، بيتم فيها تجميع بقى رساله البي بي دي من السويتشات الثانيه،
وبعدها مرحلة الليرنينج 15 ثانية تانية بيبدأ يتم بقى ترجمة الرسائل بي بي ديو اللي احنا اخترناها، مين بقى البورت اللي هيتفتح ومين اللي هيتقفل، بتاخد 15 ثانية تانية. لو شفت التوتال بتاعهم هتلاقي 15 15 30 و20 50 ثانية. يبقى تاني يا جماعة في السبانينج تري الاي دي، لو في عندي لينك وقع البورت المقفول عشان يقوم مرة تانية هيستغرق معانا 50 ثانية. جم منين ال 50 ثانية؟ أول مرحلة بتتم عملية حاجة اسمها البلوكينج، بيتم فيها إن السويتش ده بيبعت للروت سويتش بيقول له خلي بالك أنا حصل عندي تغيير في التوبولوجي، وبيبدأ ينهي علاقة السبانينج تري. الموضوع ده بيستغرق 20 ثانية. بعد كده بتخش في مرحلة الليسننج، بيبدأوا بقى يجمعوا يلموا رسائل البي بي ديو مرة تانية، وبعدين يبدأوا يترجموا ويشوفوا مين البورتات اللي هتقفل وتفتح. فالتوتال تايم عندي 50 ثانية. الكلام ده في السبانينج تري العادي. طبعا 50 ثانية في عالم الشبكات يعتبر رقم كبير، فتم تحسين السبانينج تري عن طريق الرابيد. الرابيد سبانينج تري، ايه قصة الرابيد سبانينج تري؟ ان حاجة على السويتشات كلها، جميع السويتشات اللي عندي، ما ينفعش اجي على سويتش وتسيب التاني، حاجة على كل السويتشات اللي عندي وابدا افعل فيهم واقول لهم لا انتوا رابيد سبانينج تري. ايه اللي هيحصل في الرابيد سبانينج تري؟ هيتم الاختصار ال 50 ثانية دول يا دوبك في خلال ثانية او اتنين بالكتير جدا. دي القصة بتاعتها. التفاصيل بقى والديتيلز والاختصار ده جه منين؟ هندرس الكلام ده ان شاء الله في موضوع في السي سي ان بي باذن الله. يبقى تاني الرابيد سبانينج تري الهدف الاساسي منه هو طبعا نفس القصه، وهيتم اختيار الروت سويتش بناء على ايه؟ نفس الكلام اللي قلناه في السبانينج تري بيتم تطبيقه على الرابيد، بس الفكره الاساسيه ان الرابيد مش هيخلي لما لينك يقع عشان البلوك يقوم ويبقى في حاله الفورورد مش هينتظر ال 50 ثانيه، القصه كلها هتتم في خلال ثانيه او ثانيتين ماكسيموم. تعال نجرب كده الكلام ده بشكل عملي عشان الامور تبقى واضحه. تعال انا همسح بس الكود اللي قدامنا. انا سريعا كده هجيب مجموعه سويتشات. تعال نجيب سويتش الاول، وادي السويتش الثاني، وادي السويتش الثالث. تعال نوصلهم ببعض كده طبعا بكروس اوفر كيبل. هوصل من هنا لهنا وبرده من هنا لهنا وبرده من هنا لهنا. ايه اللي هيحصل زي ما اتفقنا؟ من غير اي كونفجريشن، من غير اي حاجه، طالما في اكتر من لينك موجود، فالسبيننج تري هيتدخل بشكل تلقائي وهيقفل لي بورت. كام بورت هيقفل لو حد فاكر؟ لو قلنا في معادله عدد الكابلات ناقص عدد السويتشات زائد واحد، يعني عدد الكابلات 3 ناقص عدد السويتشات 3 0 يبقى 1، يبقى هيقفل لنا بورت واحد هو اللي هيتم اغلاقه. تعال نشوف اني بورت اللي هيتم اغلاقه. ده كده السبيننج تري اشتغل لوحده بشكل تلقائي. هنشوف. ايوه خلاص قفل لي فعلا. لاحظوا البورت ده حاليا مقفول، يبقى اكيد يا اما مين فيهم الروت سويتش، اكيد يا ده يا ده. لا طالما ده مقفول يبقى اكيد مليون في المية هيكون السويتش اللي فوق. تعال نتأكد كده. لو انا رحت على السويتش اللي فوق كده، لو جيت على السويتش اللي فوق عشان اتأكد واقول له دو شو سبيننج تري، اقول له اينا كونفكتي، اينا كونفكتي، واقول له دو شو سبيننج تري، هيقول لك هو ده الروت. تمام، قال لي بالفعل هو ده الروت سويتش. طب اللي انا عايز اوريه لك ايه؟ اللي انا عايز اوريه لك دلوقتي، لو انا قطعت اللينك ده فالمفروض اللينك البلوكت ده اللي هو فاست 0 على 1 يبدا يشتغل. طب هياخد معايا وقت قد ايه؟ هياخد 50 ثانيه. تعال نشوف الكلام ده كده. بص انا هقطع او هقفل اللينك ده، سوري هقفل اللينك اللي فوق ده. فالمفروض البلوكت ده هياخد زي ما اتفقنا، المفروض ان ياخد 50 ثانية ويبدأ يرجع في حالة الفورورد. ده كده السبيننج تري العادي. طبعا احنا عايزين بقى نختصر الكلام ده وخليه في خلال 0 سكند، يبقى لازم نخش نفعل الرابيد. طب هتفعله على اني سويتش؟ على جميع السويتشات اللي موجودة عندي. تعال ننتظر. بص كده فعلا الوقت طويل شوية، 50 ثانية عشان يرجع في حالة الفورورد. ايوه تمام. طب لو رجعت اللينك الاصلي، لو اللينك الاصلي رجع دلوقتي هيقعد برضه 50 ثانيه اهو. تعال نرجع اللينك الاصلي اهو عشان ترجع الدنيا زي ما كانت. اهو لسه ده، والمفروض بقى ده يتقفل وده يرجع يتفتح. القصه زي ما انتم شايفين كده بنستغرق 50 ثانيه. طب انا عايزين نختصر الكلام ده، ايه اللي هيحصل؟ هتشغل بقى الرابيد سبيننج تري. هتعمله ازاي؟ هاجي على كل السويتشات اللي عندي، هبدا بالسويتش اللي تحت ده اينا كونفكتي، واجي اقول له كده سبيننج تري مود، انت المود بتاعك رابت بي في اس تي، بس خلاص كده شكرا.
وطبعا هاخد نفس الامر ده هطبقه على جميع السويتشات اللي عندي. حاجه برضو كده اقول له سوري مش عارف طلعت ليه هنا كونفتي، واقول له كده سبانينج تري مود، انت المود بتاعك رابد بي في اس تي. واللي تحت السويتش الاخير ده انا باكد كلامي لازم على جميع السويتشات اللي موجوده عندنا، برضه هقول له هنا كونفكتي واقول له سبانينج تري المود بتاعك رابت. تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل. طبعا اول مره بس كده هياخدوا ال 50 ثانيه عقبال ما يكلموا بعض وبتاع، بعد كده مجرد ما هلينك هيقع. تعال نشوف هيستغرق وقت قد ايه، خلي بس الدنيا ايه تستقر ونبدا نشوف. طبعا المفروض اللي هيحصل ده الوحيد اللي هيبقى بلوك ده زي ما كان في البدايه اهو، ده حاليا البلوك. تعال اقطع الكابل اللي فوق ده، تعال اقطع سوري انا هقطع الكابل ده. نشوف بقى ده يعني ده هيتم يتنقل لحاله الفورورد في خلال وقت قد ايه. بص كده معايا بسم الله، اجي هقطع ده بص على طول دوب، ما خدش حتى ثانيه. طب لو الكابل رجع، لو الكابل الاصلي رجعناه تاني بص على طول يدوبك ما خدش ثانيه واحده. ها اتمنى يا جماعه تكون واضحه القضيه دي. فالموضوع الرابد سبيننج تري الفكره بتاعته زي ما اتفقنا، بنختصر ال 50 ثانيه السبيننج تري العادي بياخدهم بنسرعها في خلال ثانيه واحده او ثانيتين بالكثير. ده الموضوع الاولاني اللي اتكلمنا عليه. الموضوع الثاني اللي انا عايز اتكلم عليه دلوقتي اللي هو موضوع البورت فاست. ايه القصه بقى بتاعت البورت، القصه بتاعت البورت فاست؟ دلوقتي انا لو جيت وصلت بي سي بجهاز بسوري بالسويتش، البي سي لما توصل ببورت معين البورت ده عشان يقوم بياخد 30 ثانيه معايا. طبعا بورت تاني لو جيت توصله بي سي برضه هياخد معايا قد ايه؟ هياخد معايا 30 ثانيه. برضه 30 ثانيه ده كتير، طب ما ينفعش نختصرها؟ قال لك والله السبانينج تري بروتوكول التحسينات اللي نزلت عليه، التحسينات اللي نزلت الاول تحسين بتاعه اللي هو الرابت اللي اصبح فيه اوبشن يبقى سريع. في من ضمن التحسينات اللي موجوده على السبيرنج تري اللي هي قصه موضوع البورت فاست. اللي انا حاجه على البورتات، خلي بالك من كلامي، حاجه على البورتات اللي رايحه الاجهزه لبي سي لاند ديفايسز، واقول لهم لا والله انتوا بورت فاست ما تنتظروش 30 ثانيه، عشان لما يجي يوزر من اليوزرز اللي عنده ما يعمل لي ديسيبل وانيبل لكارتة النتورك اللي عنده هيقعد 30 ثانيه عشان الكابل يرجع في حاله الفورورد. فاحنا نختصروا الكلام ده ازاي؟ هقول لهم انتوا بورت فاست. الكلام ده حضرتك هتطبقه على مين؟ على البورتات الاكسس. يعني ايه البورتات الاكسس اللي رايحه لاند ديفايسز؟ اوعى وحذاري تطبقه على الترنك، اوعى تعمله على الترنك، انك لو عملته على الترنك كده هيحصل لوب في الشبكه، اوعى تعمله على البورتات الترنك. باكد كلامي البورت فاست بيتم تطبيقه على البورتات الاكسس اللي هي رايحه لاند ديفايسز، اوعى حضرتك تطبقه على الترنك هيحصل عندك لوب. تعال نشوف الكلام ده بعمله ازاي. طبعا انت ممكن تطبقه على بورت معين او على جميع البورتات. انا عشان اوريك الفرق همسح بس الشاشه دي. تعال نوصل بس بي سي كده اهو، انا هوصل ادي كده جهاز وهوصل جهاز تاني. هوصل الجهاز الاولاني، الجهاز ده هوصله بص على بورت كام؟ على بورت 3، وحاجه ده على وصله على بورت 4، على بورت 4. ننتظر بس كده بص هياخد 30 ثانيه لحد ما البورت يرجع في حاله الفورورد ويكون لونه اخضر. تمام؟ بص لو قطعت اللينك، انا لو جيت قطعت اللينك ده دلوقتي ورجعته تاني هيستغرق 30 ثانيه تاني. اهو بورت 3 هيستغرق معايا 30 ثانيه من اول وجديد. طبعا قلنا 30 ثانيه ده يعني يعتبر وقت كبير شويه، فاحنا هنختصر الموضوع ده عن طريق ان انا حاجه على السويتش دلوقتي. بص بقى الامر، انا عشان بس اوريك الفرق انا ممكن اطبقه على اول البورتات كلها من فاست 0 مثلا 3 لحد 24 او 23 الا بحيث اخد الرينج البورتات الاكسس، او على بورت معين. انا هطبقه على بورت واحد بس عشان اوريك الفرق، انا هطبقه على بورت 3 فقط. فهقوله كده انترفيس فاست 0 على 3، حاجه اقوله كده سبانينج تري، سبانينج تري بورت فاست. يبقى دخلت جوه الانترفيس الاول، بورت فاست ما خلاص مكتوبه، دخلت جوه الانترفيس وتقول له بورت فاست. لو هتقول له رينج يبقى هتقول له انترفيس رينج من فاست 3 لحد مثلا لحد 20 وتنفذ عليهم نفس، هقول له بورت فاست انتر كده. بص اللي حصل، حتى هو بص بيقول لك ايه الرساله اللي تطلع لك، بيقول لك انا مش بطبق الكلام ده على النون ترانكينج بورت. تعال نشوف كده، انا لو جيت قطعت الكابل دلوقتي ده
وجيت وصلته تاني، لاحظ معايا هيقعد 30 ثانية ولا هيبقى دايركت على طول، هيجي في حالة الفورورد. بص على طول جه في حالة الفورورد. طب الكابل اللي تحتيه؟ لا الكابل اللي تحتيه هياخد 30 ثانية، لأن احنا لما نفذنا على انترفيس رقم 3 بس اهو. بص ده هيقعد 30 ثانية إيه الا انا طبعا لو كنت طبعت على بورتات بس. يبقى دي القصة بتاعت البورت فاست. مرة تانية، البورتات اللي رايحة لاند ديفايسز سويتشات او برينترز، الاحسن حضرتك تطبق عليها سبانينج تري بورت فاست عشان تختصر ال 30 ثانية دول. اتمنى يا جماعة تكون واضحة القصة دي. يبقى احنا كده اتكلمنا على نقطتين. النقطة الأولى اللي اتكلمنا عليها، اتكلمنا على الرابد، اتكلمنا على موضوع الرابد سبانينج تري، واتكلمنا على موضوع البورت فاست. عايزين دلوقتي نتكلم على حاجة ظريفة شوية. عايزين نتكلم على البير فيلان بي في سبانينج تري بروتوكول. البير فيلان سبانينج تري، ايه بقى يا جماعة القصة بتاعت البير فيلان سبانينج تري دلوقتي؟ تعال بس انا عايز اشيل الأجهزة دي، مزعجة شوية بالنسبة لي دلوقتي. زي ما شايفين انا عامل كده، انا عامل السبانينج تري اشتغل. طالما وصلت مجموعه اجهزه ببعض، السبانينج تري اشتغل ونتج عن السبانينج تري انه قفل لي، نتج عن السبانينج تري انه قفل لي بورت معينه. زي ما شايفين البورت ده اتقفل. طيب ما كده ايه اللي حصل؟ طب ما كده انت خسرت لينك، اللينك ده مش شغال. اي نعم هو احتياطي، لو لينك وقع ده هيقوم، بس انا كده ما استفدتش حاجه من البورت. اصبح عندي فيه بورت انا مش مستغله، واصبح عندي كابل كمان الكابل ده انا مش مستغله. مع عدد كبير من السويتشات هتلاقي فيه بورتات كتيره في الشبكه عندي مقفوله، ولينكات كتير انا مش مستغلها. طب ما نحاول نعمل زي حاجه زي لود بالانس كده ما بين السويتشات مع بعض. انا ليه اخلي البورت ده مقفول؟ خلي بالك هو حاليا لو انت انشات في لانز على السويتشات، هينتج عن الفي لانز اللي عندي ان البورت ده مقفول في وش كل الفيلان، والبورت ده لو مفتوح فهو مفتوح في وش كل جميع الفيلان. طب انا عشان استغل نقطة الضعف اللي عندي ان انا كده في بورت معطل او لينك بالكامل متعطل عندي، طب ما انا اعمل حركة ظريفة ان ممكن اجي على السويتش ده اقول له انت روت، انت كسويتش يعني انت روت بالنسبة للفيلان مثلا 1، وحاجة على ده اقول له انت مثلا روت بالنسبة لفيلان 2، وانت روت مثلا بالنسبة لفيلان 3. الله، طب انا كده هستفدت ايه؟ هتلاقي ان اللينك ده الحسابات هتتغير، يعني هنعمل سبانينج تري لكل فيلان. اصبح هينتج عن اللي احنا هنعمله دلوقتي ان كل فيلان عندك هيبقى لها سبانينج تري خاص بيها، بدل ما الشبكه كلها فيها سبانينج تري واحد، لا لكل الفيلانات اللي عندي كل فيلان ليها سبانينج تري خاص بيها. بمعنى ان ممكن تلاقي البورت ده هو مقفول على فيلان 3 بس في نفس الوقت هو مفتوح لفيلان 2، والبورت ده هتلاقيه مقفول مثلا مقفول بالنسبه لفيلان 1 بس في نفس الوقت شغال الفيلانات التانيه، وهتلاقي ان البورتات كلها بقى لونها اخضر، ما فيش حاجه مقفوله. اتمنى اكون واضح اللي انا بقوله يا جماعه. تاني، انا لما هطبق دلوقتي البير فيلان سبانينج تري ان كل فيلان عندي هيبقى لها سبانينج تري خاص بيها، يعني هيبقى فيها روت وديزيجنيتد بورت برضه. تعال نشوف كده الكلام ده ننفذه بشكل عملي يكون افضل. الهدف من الكلام اللي انا بقوله ده، الهدف ان انت ما يكونش عندك حاجه معطله، ده الهدف بس من الموضوع. تعال نشوف انا هعمل ايه. انا هاجي على تعال ننشئ بس سريعا كده، ننشئ فيلان. بص كده، انا لو جيت هنا على السويتش ده مثلا وقلت له دو شو سبانينج تري، بص ما فيش جايب لي غير بيانات الروت سويتش، وجايب لي بيانات السويتش اللي انا موجود عليه بس، مش جايب لي حاجه ثانيه، صح كده؟ طيب تعال نشوف، تعال هنشئ فيلانز. قبل بس ما انشئ الفيلانز انا هاجي على البورتات دي هعملها ترانك عشان انا دايما بنسى الموضوع ده. فاست واحد واثنين دول بالنسبه لي دول ترانك. هاجي كده اقول له انترفيس رينج، طب نطلع بره، هاجي اقول له اقول له انترفيس رينج من فاست 0 1 لحد 2، هاجي اقول لهم انتوا سويتش بورت مود ترانك. ضروري يا جماعه طبعا زي ما اتفقنا الموضوع البورتات لازم تكون ترانك. وتعالى هنشئ فيلان 2 وهنشئ فيلان 3. طبعا مش لازم تديها نيم، يعني خلاص اديت انشات فيلان 2 انشات فيلان 3. وتعالى هنا فوق انا هخلي بورت 1 و2 دول برضو هم ترانك. حاجه اقول له كده برضو انترفيس رينج من فاست 0 1 لحد 2. طبعا انا ممكن واحد ما كنتش اعمله لانه خلاص ده ترانك، بس بالمره بقى من 0 1 من 0 على
من 0 على 1 لحد 2، اقول له انتو سويتش بورت مود، انتو المود بتاعكو ترانك، وهنشئ فيلان 2 وهنشئ فيلان 3. وحاجه على السويتش الاخير برضه اخلي 2 1، برضه اقول له انترفيس رينج من فاست 0 1 لحد 2، انتو سويتش بورت المود بتاعكو ايه ترانك، وتعالى ننشئ الفيلان، هقول له انت عندك فيلان 2 وانشئ لي فيلان 3. كده انشات انا الفيلانز. بص كده اللي انا عايز اقوله لك، لو جيت قلت له كده دو شو سبانينج تري، بص كده هتلاقي ايه البيانات زادت. يعني الاول بص جاب لي هنا ايه، قال لي الاول كده بالنسبه لفي لان 1 بيجيب لك بقى بيانات عنها ومين الروت بالنسبه لهم، وهنا قال لك هو بالنسبه لفي لان 2 البريوريتي بتاعها كام والكوست والبورت، البورت 1 هو ده الفاست يعني، وجيب لي تحت حتى لسه جميع الفيلان. اصبح عندك سبانينج تري كده زي لكل فيلان. طبعا لحد كده انا ما عملتش حاجه جديده، ما زال البورت عندي مقفول، يعني مقفول في وش جميع الفيلانز اللي عندي. انا عايز اعمل ايه؟ انا هخلي السويتش ده هو الروت بالنسبه لفيلان 1، وده هخليه هو الروت لفيلان 2، وهخلي ده هو الروت لفيلان 3. هينتج عن كده ايه؟ حسابات جديده، وهينتج عن كده ان كل البورتات المفروض عندي يكون لونها اخضر، وبحيث هتلاقي البورت ده مقفول لفيلان كذا ومفتوح لفيلان كذا، وده برضه هيكون مفتوح لفيلان كذا ومقفول لفيلان ثانيه. الهدف من كده ما يكونش عندي حاجه معطله ولا لينكات معطله. تعال نشوف كده انا هعمل ايه. انا هخلي السويتش ده روت بالنسبه لفيلان 1، فهاجي ايه الامر اللي انا هاجي اكتبه؟ تعال نشوف كده هقول له ايه. هقول له كده بسم الله، هدخل على السويتش وهقول له كده سبانينج تري بالنسبه لفيلان 1، بالنسبه لفيلان روت برايمري، انت روت برايمري. وكان ممكن على فكره اقول له وانت سكندري بالنسبه ل 2 3 والعكس، بس خلينا بس عشان ما نكبرش الموضوع اكتر من كده هقول له انت روت برايمري. وحاجه على السويتش ده اخليه لفيلان 2، حاجه على السويتش ده هقول له برده سبانينج تري بالنسبه لفيلان 2 حضرتك انت الروت برايمري. وحاجه على اللي تحت هخليه لفيلان 3. لاحظ بس اللي حصل كده، حتى البورتات اشتغلت لوحدها على طول. ايه ده كله اخضر، ايه ده مش هيحصل لوب؟ لا يا عم مش هيحصل لوب، ده هي البورتات هتلاقيها مقفوله لفيلانز ومفتوحه لفيلان تاني. حاجه اقول له برده هنا سبيننج تري، تعالى نطلع بره، حاجه اقول له كده سبيننج تري بالنسبه لفيلان 3 حضرتك الروت برايمري. ها فما يجيش حد يقول لي كده في لوب هيحصل في الشبكه، لا يا حبيبي مش هيحصل لوب، لان زي ما انت قلت لك البورت الواحد هيبقى ليه اكتر من حاجه مع كل فيلان. ممكن يكون هو بلوكد الفيلان 1 بس في نفس الوقت هو ديزيجنيتد للفيلانز الثانيه، يجي البورت ده ممكن تلاقيه هو بلوكد الفيلان 4 او فيلان 3 بس في نفس الوقت هو روت بالنسبه لفيلان كذا وديزيجنيتد بالنسبه لفيلان كذا. فدي القصه بتاعت موضوع البير فيلان سبانينج تري. اتمنى نطبقوا اللاب بتاع النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. لو في حاله في اي كومنت يا ريت تراسلونا على الواتساب، معاكم اعتقد الرقم او اكتبه لكم لو حد محتاجه. زيرو زيرو سوري بالنسبه اعتقد خلاص انتوا يمكن حفظتوه 00968 9909745. فلو في حد عنده اي ده 4، لو في حد عنده اي استفسار او في عايز يراجع لحاجه معينه ممكن يراسلني على الواتساب او تشوفونا على قناه فري فور ارب او قناه ميجا بروفيشنال تريننج. نشوفكم على خير والسلام عليكم.